احنا عدى علينا معارض فوتوغرافيا كتير بتبقى ميته يعني. فده كان السؤال الاساسي، هو ايه هو ايه هي المعارض الفوتوغرافيه ممكن تبقى تتقدم بشكل مختلف ازاي، بحيث ان احنا ما ينتهيش الامر ان احنا بنجري من قدام الصور حاله الملل دي اللي بتبقى موجوده. فايه هي الصور اللي احنا نقدر نستحمل ان احنا نقف نتفرج عليها؟ وبعدين حكايه ايه حكايه ان احنا ايه اللي احنا نقدر نستحمله دي، كانت هي دي اللي فتحت بقى على اتجاه المعرض بقى، فتح من هنا ان هو احنا يعني نقدر نستحمل او نطيق ايه عامه. وان احنا وكان الـ يعني ففي الاخر ده فتح زي الحاله النفسيه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي بقى لنا مثلا فتره معينه بنتهري مثلا، فبالتالي قدرتنا على الاستحمال اتشكلت او متاثره بالوضع اللي احنا فيه. فبقى في الاخر بقى عندنا يعني طاقه طاقتان ان احنا نشوف حاجات وحاجات تانية لا، انواع من الفن وانواع الفن التانية لا. فده اللي كان بيحرك يعني. وفي الاخر يعني نقدر نقول لو مثلا نقدر نقول ان احنا كان في الاخر حددنا مجموعه من المساحه من المشاعر المعينه اللي احنا شايفين كلنا كده بنشترك فيها دلوقتي. الوضع اللي احنا فيه حاليا بيعم علينا كده مشاعر اللي هو من الحذر او من مثلا محاوله لانقاذ النفس او بالهجوم او بالدفاع مثلا او بالكشف عن المشاعر او بتخبيه المواقف مثلا او حاجات زي كده. Make some compromises, just not only on a political, moral level, but even on a visual level, because it depends who you work for, what you're going to bring to him, and so on. So, up to that certain extent, we are all used anyway. ممكن تكون من يعني ملهم وليس نتيجه مثلا، او البروسيس الفوتوغرافي مثلا يعني كيف الطريقه الانتاج تصوير تفكير يعني ترى حتى نطلع على العمل من هذا المنطلق. لو ناس مش عم تشتغل على الصوره النهائيه فقط، ممكن تاخذ فكر التصوير الفوتوغرافي واي شيء منه او العمليات وتعمل عمل.